أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: عاملو هيئة الموانئ البحرية يعلنون التصعيد الشامل لمواجهة قرارات وزير المالية. هذا العمل الذي نحن الآن فيه هو تصعيد شامل، ما في أقل من كده أخوانا، لأننا هنمشي لإضراب شامل في هيئة الموانئ السودان. وفي جولتنا أيضا، وزير العدل يقدم خطاب السودان أمام الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان وتوالي ردود الفعل حول الخطاب. صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، قام السيد معاوية أحمد خير حداد وزير العدل المكلف بإلقاء خطاب السودان إلى الدورة العادية رقم 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي جولتنا أيضا، هدوء نسبي للأوضاع الأمنية في الصالحة جنوب أم درمان والجوع يحاصر المواطنين. أحياء الصالحة تسيطر عليها قوات الدعم السريع ولم تشهد أي وجود للجيش السوداني، والناس بيعانوا من جوع. وفي جولتنا أيضا، الدعم السريع يواصل ارتكاب انتهاكاته ضد مواطني ولاية الجزيرة. الوضع الجزيرة غير مبشر بعد أن تم هجوم وارتكاب كل الجرائم من قبل قوات الدعم السريع. وجولة السودان تقف على الأوضاع العامة للنازحين بمعسكر كساب بمدينة كتم بولاية شمال دارفور. معسكر كساب يعني الآن من ما دارت الحرب في السودان لسه بنعاني من النهب المسلح. وفي الشأن الاقتصادي، دكتور عبد الحليم تيمان يحذر من تحول الاقتصاد السوداني إلى اقتصاد مزدوج بين مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. السودانيين لم يتأثروا بحالة الحرب المفتوحة فحسب، بل أيضا بالحرب الاقتصادية. ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق. كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، حيث نظم العاملون في هيئة الموانئ البحرية اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام رئاسة الهيئة حول انتهاء المهلة بإلغاء قراراتها بضم عدد من الإدارات بهيئة الموانئ البحرية لها. عثمان طاهر المتحدث باسم العمال أكد التصعيد وصولا للإضراب. جولة السودان كانت هناك ورصدت جانب من الوقفة الاحتجاجية لعمال الموانئ البحرية بمدينة بورسودان. أقول لرسالتنا لجبريل، الإنغاز سقطت من البحر الأحمر عندما أراد تسليم هذا البناء وقفلناه لمعتز موسى. فلذلك نحن نقول بكل وضوح، ما هنسلم الميناء لأي شخص مهما كان. هذا العمل الذي نحن الآن فيه هو تصعيد شامل، ما في أقل من كده أخواننا، نحن هنمشي لإضراب شامل في هيئة الموانئ السودانية. لو كان الاقتصاد الآن شغال ب20% جبريل وفقدت 80%، نحن هيئة الموانئ البحرية هنفقدك الـ 20% حقتها. الله أكبر، الله أكبر. يا جبريل نحن ما هنديك قروش عشان انت تجيب بها لانديات ودوشكات لحركتك 30 مليون دولار اللي انت لقدتها في مجهودك الحربي عشان تسلح بها ناسك، عشان لما نجي نتكلم معك يا البندقية يا تسمع كلامي. الكلام ده ما في يا جبريل.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ألقى وزير العدل السوداني معاوية محمد خير كلمة في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء في العاصمة السويسرية جنيف، كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا تعليقيا حول تقرير المفوض الأممي لحقوق الإنسان بشأن السودان، والذي سيتم تقديمه يوم الجمعة في إطار الحوار التفاعلي. المدافع الحقوقي عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق جولة السودان التقته للتعليق على كل هذه القضايا من قاعة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 قام السيد معاوية محمد خير حداد وزير العدل المكلف بإلقاء خطاب السودان إلى الدورة العادية رقم 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وللتذكير فقد بدأت أعمال الدورة 55 للمجلس يوم الاثنين أو الأمس الموافق 26 فبراير، وتستمر حتى يوم 5 أبريل القادم. كلمة وزير العدل تم تقديمها في إطار جلسات عالية المستوى، وهي جلسات مخصصة للخطابات السياسية بصورة أساسية، وذلك لرؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين بملفات حقوق الإنسان والعدل. والغرض من هذه الجلسات هو توضيح مواقف الدول من قضايا حقوق الإنسان في أنحاء العالم المختلفة. وبالطبع يعني لا تخلو هذه الخطابات من الدعاية السياسية لسجلات الحكومات في مجال حماية أو تعزيز حقوق الإنسان في بلدانه. أهم النقاط الجاد في خطاب السيد معاوية حداد هو تجديد موقف السودان الثابت من احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، وكذلك حماية واحترام القانون الدولي الإنساني، وإظهار الجيش يعني السوداني كضحية للحرب الدائرة في البلاد الآن، وكذلك طالب بتصنيف ما يجري من قتال بين الجيش والأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة لها من طرف، وقوات الدعم السريع من طرف آخر، بأنه تمرد من قبل قوات الدعم السريع، وطالب بأنه تصنف قوات الدعم السريع بأنها مجموعة إرهابية. ومن المفارقة أنه يعني وزير العدل المكلف يدلي بخطابه ويجدد احترام السلطة العسكرية في السودان للقانون الدولي الإنساني والتسهيل مسارات العون الإنساني، في وقت تحتل فيه الأجهزة الأمنية مسجد الشيخ الأمين عمر الأمين في أمدرمان. وطبعا ده ما تم إلا لذنب يعني ارتكبه الشيخ الأمين، إلا أنه بيوفر مساعدات إنسانية من طعام وشراب ومأوى لآلاف الناس يعني المعدمين والمهجرين بسبب الحرب الدائرة الآن. من ناحية أخرى من المتوقع أنه يتم تقديم تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان في يوم الجمعة بعد بكرة، وسيتبع ذلك نقاش تفاعلي بين الدول خاصة الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان وكذلك المنظمات غير الحكومية. وفي الإطار ده يعني فقد صدر يوم أمس الثلاثاء 27 فبراير بيان صحفي من مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بوزارة الخارجية، وتقدمت فيه حكومة السودان برد على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في السودان. وذكر البيان بأن رد السودان تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان. البيان هو حقيقة يعني يمكن يكون بيان سياسي في المقام الأول، وجددت فيه الحكومة السودانية التزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ده عند القيام بواجبها يعني الدستوري في الدفاع عن البلاد. وذكروا بأنهم متقيدين بصورة صارمة بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية. كذلك في رد وزارة الخارجية رفضوا المساواة بين القوات المسلحة الجيش الوطني المهني وقوات الدعم السريع التي يعني أشاروا إليها بالميليشيا الإرهابية، يعني ورفضوا كذلك الإشارة إليها بالتساوي مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتعريفها يعني كطرفي في النزاع. برضو في البيان بتاعهم جدد الوزارة التزام الحكومة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل الإجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية. طالبت المجتمع الدولي بأن يدين بأقوى العبارات إعاقة قوات الدعم السريع للعمل الإنساني. وده طبعا بيتم يعني في وقت إنه بنعرف إنه هناك تصريحات يعني من أعلى السلطة في البلاد الآن برفض وصول مواد الإقاسة والمساعدات الإنسانية بالذات للنازحين الذين الآن يعني يعانون من المجاعة بالتحديد في منطقة دارفور، وإلقاء اللائمة يعني على قوات الدعم السريع بعدم التزامه باتفاقية جدة الموقع في 20 مايو 2023. أعتقد أنه محاولة لخلط
الأوراق يعني. في بيان وزارة الخارجية كذلك طالبوا من المقرر المعين خلال استعراضه للتقرير بأن يضمن الملاحظات الواردة في رد السودان يعني اللي هي مذكورة علىه، خاصة تصنيف قوات الدعم السريع بأنها قوة متبردة وإرهابية. وده يعني في تقديري ليس وراءه من طائل، لأنه في النهاية هو يعني رد سياسي أو تعليق سياسي من قبل الحكومة السودانية، ولكن المحك الأساسي هو مناقشة محتويات التقرير بصورة يعني كافية شاملة، وتحديد طبيعة الانتهاكات التي تتم لحقوق الإنسان في السودان، وإلقاء المسؤولية على الفاعل الأساسي والرئيسي فيها. وده أعتقد إنه ما سنشهده خلال الحوار التفاعلي يوم الجمعة بعد بكرة، خاصة وإنه عدد كبير جدا من رؤساء الدول والحكومات والوزراء كذلك تطرقوا لما يتم في السودان الآن من قتال ضاري، من تدمير وخراب شامل. وعليه أنا أعتقد أنه المواقف تحت الوفود المشاركة هتكون كلها في هذا المنحى. والجديد أن هناك بعض الدول الأفريقية بدأت تتحدث بصورة الآن واضحة وتعبر عن قلقها الكبير عن ما يجري في السودان. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى منطقة الصالحة حيث يعيش مواطنيها أوضاع إنسانية قاسية تحت سيطرة قوات الدعم السريع وحصار الجيش السوداني للمدينة. جولة السودان التقت إحدى المواطنات في مدينة الصالحة لتكشف لنا ما هي الأوضاع الإنسانية والصحية في مدينة الصالحة جنوب أم درمان. السلام عليكم مستمعي راديو دبنجة. بالنسبة للأوضاع في محلية أم درمان خاصة في أحياء الصالحة، ما في قصف بالطيران، وأحياء الصالحة تسيطر عليها قوات الدعم السريع ولم يتشهد أي وجود للجيش السوداني، وفي ارتفاع ملحوظ في السلع الغذائية، والناس بيعانوا من جوع وارتفاع في السلع الغذائية بسبب انقطاع شبكات الاتصال. وبالنسبة للأوضاع الصحية، الأدوية غالية، العلاجات غالية. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، والذي يضم عدد كبير من النازحين الذين يعيشون أوضاع إنسانية قاسية في ظل توقف شبكة الاتصالات بجانب عمليات النهب المتكررة للنازحين. جولة السودان التقت رئيس معسكر كساب للمزيد حول الأوضاع الإنسانية والخدمية للنازحين بمعسكر كساب بمدينة كتم بولاية شمال دارفور. والله الأوضاع سيئة جدا. معسكر كساب يعني الآن من ما دارت الحرب في السودان لسه بنعاني من النهب المسلح، وأول امبارح يوم 25 الموافق يوم الاثنين، كان الموافق 25 في شهر الجاري حاليا، كان في ركشة جاي من سوكتم إلى معسكر كساب، اتعرض لنهب تامل، والركاب اللي كانوا راكبين في الركشة تم نهبهم بكل حاجاتهم اللي كانوا عندهم، وحتى سواق الركشة يعني كان اتعرض للتعذيب شديد، حتى الآن راقد في المستشفى لسه للآن ما قام. وبرضو تاني كان في توكتوك برضو كان من سكوتهم، كان متجه لمعسكر كساب برضو اتعرض للنائب تماما. وبرضو تاني كان في عربة جاي من بلد تجاه إنسيرو اتقرب لبواب الخربية في محلية كتم، اتقرب برضو لنحب المصلى واتأكل، والمواطنين شعروا لهم حقهم كلهم. وتاني برضو كان في عربات كان جاي من تينا برضو تم نحبهم بالكامل. وبرضو كان تاني في توك كان جاي من منطقة ملاقات إلى كساب برضو طبعا تم نحبه يعني. وأما في جانب الأمني، نحن ما عندنا أمن يعني، لأن دعم السريع مسيطر على محلية كتم، وهو ما قادر يعني يحمي المواطنين أو النازين في معسكر كساب، حتى ولا مواطنين اللي بيكونوا ساكنين في محلية كتم. وده الإنسان ده وده خارسي جدا يعني، أنا ما بقدر بوصف لك، لأن الآن أنا وصلت لبعض البيوت
لا يمتلكون أكل اليوم ذات عشان يأكلوا. في بعض الناس وصلوا لدرجة إنه حتى القشرة الإيش اللي بيقشروا هذا تاني برجو بلاك بدو محبة إيش بودو أتواهين أبطانو لهم دقيق عشان يجي يسووا أكل ليالهم يعني. والله يعني الوضع بتاع الأطفال ده يعني في جانب السيدة والله يعني بيعانوا يعني. أنا خايف في بعض الناس ما عندهم ما ممتلكين شيء عشان يمشوا ذاتك في مراكز خاصة الموجود في داخل معسكر القصاص عشان يمشي يقدموا يالهم للإلاج، لأن الدواء في ذاته البسيط اللي بيكون موجود ذاته خالي، لأن المراكز الشغالة كلها مراكز خاصة، ما في مركز بتاع منظمة، ما في مركز بتاع المركز اللي كان شغال أول في منازقول ما شغالين، حتى جميع المنظمات اللي كانوا عاملين في داخل معسكر القصاص ما في منظمة شغالة الآن. والله المويه دي يعني بس نحن قاعدين نتمازق ونتكاتف في عامل بتاع السهريج وعامل بتاع المداخات يعني نلقي مثلا من أي اتجاه يعني 500-200 نحاول نسلي المداخات، والمداخات دي برضو يعني ما كافية عشان أنا نقول لك بأنه كل الناس يعني بوصل للمياه، ناس معانين في دور المياه ده معاناة تماما يعني. أنا الآن يعني في داخل معسكر القصاص ما أكثر من 7 مراخات شغالة مياه متوفرة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية الجزيرة التي يسيطر عليها الدعم السريع، حيث اشتكى عدد من المواطنين من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في عدد من قرى الجزيرة. جولة السودان التقت أحد المواطنين لمعرفة المزيد عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع في بعض قرى الجزيرة. الوضع الجزيرة غير مبشر بعد أن تم هجوم وارتكاب كل الجرائم من قبل قوات الدعم السريع. الأهالي الآمنين الموجودين في وغراهم ومدنهم في الجزيرة وهم لا يملكون سلاح للدفاع عن أنفسهم، فارتكبت كل هذه الجرائم يعني ممكن نقول بدم بارد من قبل قوات الدعم السريع. كل ذلك تسبب الآن في نزوح المواطنين بعد أن تمت اغتيالات ونحن نسميه استشهاد، استشهد عدد كبير من الناس خاصة شباب المقاومة، وده أمر محزن يعني محزن حقيقة. نعم، يعني عندك معلومات عن القرى تحديدا التي تعرضت لتلك الهجمات؟ والله موزع يعني عندي معلومات يعني رغم شح المعلومات، وطبعا زي ما تفضلت انت انه كل الاطراف اللي موجودة في الحرب دي او اطراف الحرب دي يعني بترتكب في جرائم نوعية، اللي يعني هي مسألة استخدام الاتصالات، استخدام الجوانب الإنسانية، حتى استخدام مطعم كأداة من أدوات الحرب، فالاتصالات صعبة، المعلومات شحيحة، ولكن يعني الشباب بيحاولوا ينظموا مسألة الاتصال وتقر، ولكن المعلومات بتجي في أزمان متباعدة وشحيحة يعني حقيقة معلومات شحيحة، ولكن من المؤكد إنه في نزوح تام في كل هذه القرى وخاصة قرى غرب الجزيرة كانت أكثر تأثرا. يعني أنت ماشي من طابات لوادي الشعير لود البليلة بتجي للفريجاب جزر الريحيد الهدى العقدة، فدي كلها غرى يعني كبيرة وفيها عدد كبير جدا من المزارعين بدأ النزوح، والآن النزوح في اتجاه المناقل إلى جبل موية وبعد ذاك للرهد والدندر، أقصد إلى الدندر وبعد ذاك ثم إلى القضارف. هنالك مرضى وهنالك أطفال وهنالك
هنالك يعني نساء في اوضاع ما ممكن يتحملوا حتى مساله السفر، ولكن ده حادث حقيقه. نعم، هل الاحداث توقفت الان؟ والاحداث قلت، ومطمئن الناس الدعم السريع كل ما يجي وكل غريه يعني بيقوم بكل هذه التجاوزات، مش اذلال الناس فقط وانما الاعتداء على الممتلكات، وبياخذوا الممتلكات بتاعت الناس يعني خاصه السيارات الممتلكات المتحركه يعني بياخذوها وبيوعدوا بيقولوا انه يعني حنجي راجعين. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن الاقتصادي، أكد الدكتور عبد الحليم تيمان الخبير الاقتصادي أن أي حديث عن الأوضاع الاقتصادية في السودان يتطلب في البداية التطرق للأثر الأساسي للحرب وما ترتب من الحرب على حياة المواطنين السودانيين. نستمع للمزيد في حديث الدكتور عبد الحليم تيمان الخبير الاقتصادي حول هل يتحول الاقتصاد السوداني إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع. طيب، في البداية يعني خلونا يعني نتناول الهم الأساسي والأثر الأكبر للحرب يعني، وهو يعني ما ترتب على يعني على حياة المواطنين السودانيين. وفي هذا الإطار يعني دي مقدمة أساسية وهي مهمة، يعني كمفروض وزير المالية يتحدث أول حاجة عن الأثر المباشر للحرب على حياة المواطنين. ومعروف أنه طبعا السودانيين لم يتأثروا بحالة الحرب المفتوعة فحسب، بل أيضا بالحرب الاقتصادية. يعني يجب أن نفهم أيضا العلاقة القوية بين صدمات الاقتصاد الكلي التي تحدث عنها السيد وزير المالية والتي تعاني منها البلاد منذ فترة، وانتكاسات الاقتصاد الجزئي التي أصابت الأسر بعد الحرب خاصة، والتي تسعى جاهدة لتوفير لقمة العيش لأبنائها حيث توقفت الرواتب وتم تدمير المصانع والمشاريع الإنتاجية وتعطلت الزراعة، وأثر الحرب على حركة الأسواق وطرق التجارة بالولايات. هذا الجانب مهم، مجرد إشارة. نعود إلى السؤال الأساسي بخصوص ما أشار إليه وزير المالية في التحديات التي تحدث عنها في إطار الصدمات الاقتصاد الكلي التي نتجت بسبب الحرب. وأهم هذه الصدمات هي أزمة العملة، وسيظل الاقتصاد يواجه تحدي كبير في إطار تدفقات النقد الأجنبي التي توقفت إلى حد كبير جدا، وعجز الحكومة عن تمويل المالية العامة، لأن المالية العامة عادة يجب أن تمول من خلال المعروض من النقود التي تمتلكها البنوك، والآن تعلم أن أغلب البنوك قد تم نهب جزء كبير من يعني النقد الموجود في هذه البنوك، وبالتالي أيضا تم نقل البنك المركزي إلى بورسودان، وده في الواقع بالمناسبة يمثل قيام مؤسسة جديدة لأنها تفتقر إلى سيولة كافية من النقد الأجنبي، ونحن نعلم أن الخزنة الرئيسية لا زالت في الخرطوم، وبالتالي من الصعب أن البنك المركزي الحالي يستطيع تمويل عجز المالية العامة من خلال زيادة المعروض من النقود كما كان في السابق من خلال العلاقة الموجودة بينها وبين البنوك. طيب، أيضا هناك جانب مهم، أنه الحكومة أو البنوك عجزت أيضا عن استرداد تمويل الاستثمار التي منحتها لرجال الأعمال والمصانع والاستثمارات الأخرى، وهي مبالغ كبيرة. طبعا تسبب أيضا التضخم الكبير أو بالأحرى يعني انهيار سعر الصرف إلى تآكل رؤوس أموال البنوك. أعتقد مع استمرار الصراع سوف يتحول الاقتصاد السوداني الآن إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع يعني. ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس. مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. من الجامعة إلى معسكرات النازحين، مقطع فيديو مدة دقيقة و16 ثانية انتشر بشكل واسع على عدد من الحسابات على منصة إكس تويتر سابقا، وحقق خلال ساعات من نشره ما يزيد عن 44 ألف مشاهدة. المقطع بصور طالبة جامعية اسمها إسلام مبارك غادرت مكان إقامتها قبل اندلاع حرب 15 أبريل لزيارة جدتها، والآن بعد شهور طويلة ما زالت إسلام حبيسة معسكرات النازحين وغير قادرة على العودة واستئناف دراستها الجامعية بسبب تعطيل عدد كبير من الجامعات بسبب الحرب. تقول إسلام إنها غير قادرة حاليا على الحديث عن مستقبلها
وإنه تأمل في أن تتوقف الحرب وتكمل دراساتها الجامعية وتزور دولة كوريا الجنوبية للقاء أعضاء فرقة BTS الغنائية المشهورة. إسلام مبارك من المعجبات بهذا الفريق الغنائي الشبابي الذي أصبح من الفرق ذات الشهرة على نطاق عالمي. فرقة BTS تأسست في كوريا الجنوبية في عام 2013 وبتضم 7 من الفتيان صغار السن جميعهم من مدينة سيول العاصمة، والفرقة القنائية دي كان مخصص لها إنه يزور السودان في نهاية عام 2021، لكن الانقلاب العسكري قطع الطريق أمام تنظيم حفل لهم في الخرطوم بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق، حديث الدكتور جبريل إبراهيم. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشور بيلخص حسب ادعاء مروجينه انه حديث للدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية في المؤتمر الصحفي اللي عقده في بورسودان في يوم 16 فبراير 2024 للحديث عن قضية هيئة الموانئ البحرية والأوضاع الاقتصادية في البلاد. فريق دبنجا للتحقق استمع للتسجيل للمؤتمر الصحفي وقارن بما ورد في المنشور، وكان النتيجة انه المنشور احتوى على خليط من المعلومات بعضها صحيحة وموجودة في مداخل الدكتور جبريل إبراهيم، والكثير منا تم اختلاقه بقرض تضليل الرأي العام عبر بث معلومات كاذبة. ومن بين المعلومات المضللة اللي كانت في المنشور، 1- الصرف العسكري أرهقنا والدولة على وشك الإفلاس. 2- ارتفاع السعر والخدمات بصورة جنونية ولا نستطيع توفير أي شيء. 3- التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم وهي بالعملة الصعبة، وفشلنا في التحكم في سعر الصرف. 4- كتائب البراء أدرجت ضمن بنود موازنة العام الجاري وهم أخواننا وسادين في الثقرة وسنلبي احتياجاتهم. 5- ستتجه الدولة لبيع الأصول التي تمتلكها من أراضي زراعية لدول مجاورة عشان نغطي تكاليف الحرب ونتحر التمرد. 6- ستزيد الإيرادات عبر فرض مزيد من الجمارك والضرائب، وسنتجه للمغتربين والمهاجرين لتمويل المجهود الحربي. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين. بفقرة الترند والتحقق لهذا اليوم نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.